نقترب من الدقيقة 60 هنا في استاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء. هنا نادي شباب الأردن وكذلك النادي الفيصلي. الانطلاق الآن على الجهة اليمنى لصالح محمد كلوب. محمد كلوب أرضية وأمين الشناينة. أمين يتقدم للنادي الفيصلي بهدف مقابل لا شيء على حساب نادي شباب الأردن. استلام وتسليم من محمد كلوب وبكل هدوء على يسار الحارس أحمد الجعيدي. إذا الفيصلي في بداية الفترة الثانية يرفع الرتم الهجومي ويرفع النجاعة الهجومية. شوف الكرة أخطأ بها كارلوس ألبرتو دي سوزا، أقرب لها كان محمد كلوب بكل هدوء وروية، تمرير أرضية وبكل هدوء كذلك في الزاوية الميتة لأحمد الجعيدي. إذا أمين الشنايني استلام والتسديد في الزاوية الميتة بسقف الجول، بسقف الجول يعني لمسة، اللمسة الثانية كانت في المرمى. لاعب خطير في منطقة الجزاء، لاعب خطير على الأجنحة، هذا هو أمين. من المواهب الشابة الأردنية التي يعتمد عليها نادي الفيصلي وكذلك المنتخب الوطني. اسم الله على هذا اللاعب، اسم الله على هذا الاسم في قادم المحافل الكروية. أمين على الانطلاق الآن، أمين أمين تمريرة جميلة جدا له، تقدم أحمد الجعيدي ثم تعود إلى أمين و هنالك إصابة لأحمد الجعيدي. إذن كانت الكرة الثانية الفيصلي في الفترة الثانية دائما في كل المباريات هنالك بطاقة صفراء، ولكن لا أعلم بحق من